بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بحضراتكم. بتكلم النهاردة عن البيوت المحمية، بنتكلم عن كفاءة التبريد في الصيف. انت كل اللي انت عايزه داخل البيت المحمي في وقت الذروة، اللي هو تقريبا من الساعة 11 الظهر حتى الساعة الرابعة او الخامسة مساء، ده نظرة لطول النهار طبعا، تمام؟ دول وقت الذروة، بنعتبرها وقت الذروة. يعني ايه وقت الذروة؟ يعني ان الحرارة والاشعاع الشمسي وشدة الاضاءة بتكون اكتر حاجة في الوقت ده، هو تمام؟ طيب، علشان انا الافي او اتلافى الموجة الحارة دهيت اللي هي في وقت الذروة دهيت داخل البيت، الكتير مننا بيشتكي على ان هو ما بيحصلش تبريد كويس، او درجة الحرارة بتكون مرتفعة او فوق ال 35، وفي ناس بتقول فوق ال 40. الكلام ده كلام خطير، واكيد في مشكلة من عدة مشاكل. اول المشاكل دهيا اللي المفروض ناخد بالنا منها علشان الدنيا تبقى كويسة داخل البيت المحمي ودرجة الحرارة تنخفض حتى يعني بلاش لتحت الـ30، حتى لو 30 كويس. شفت انا بقول لك ايه؟ يعني حتى لو 30 32 ما زلنا مسيطرين برضو في الوقت ده بالذات، على اساس ان احنا بنرتضي درجة الحرارة الـ 32. ليه بنرتضيها؟ بنرتضيها لانها مش هتدوب، يعني هي بس في وقت الذروة. لو وصلت 32 ما عنديش اي مشكلة خالص. ليه؟ لان بعد الساعة 5 هتبص تلاقي الدنيا ابتدت تبقى كويسة معاك، تمام؟ طيب، ايه اللي بيتحكم في القصة دهية، او ايه اللي بيرفع درجة الحرارة في البيوت دهية؟ اول حاجة عندك زي ما قلنا دية الخلية المائية، تمام؟ الخلية المائية دهية ممكن تكون فاضية من المية، يعني كل الخلية دهية ما كانت مليانة مية او متعبية مية عن طريق الماتور اللي احنا قلنا عليه المرة اللي فاتت اللي هناك دهون، كل ما كانت الخلية دي متعبية مية كل ما كانت الكفاءة بتاعتها اعلى. طيب، ايه اللي بيحصل في دي؟ اللي بيحصل احنا عندنا نظامين يا جماعة، عندنا نظام الماتور دهون بيرمي المية بتطلع من هنا، تمام؟ في قناة هنا، تمام؟ القناة دي من انوميتال طبعا عشان ما بتصديش، تمام؟ شايف شدة المية طالعة من الكفر اهي، يعني شدة المية هي طالعة من الكفر، تمام؟ طالعة من الكفر اهو، ده الكفر الغطاء بتاع القناة اهو، شايف طالعة من الكفر شدة المية. اذا فانا عندي مية كويسة وعندي الخلية مليانة مية، تمام؟ اذا فعندي التبريد هيبقى كويس، تمام؟ ايه اللي كان بيحصل قبل كده؟ ان هم جايبين هنا ماسورة 2 بوصة سلبين منها بوصة، ماشي، ومشيين هنا، ما كانش فيه نظام الشانل ده القناة ديت، لا كانوا مشيين ماسورة، الماسورة كل 10 سنتي عاملين فيها ثقب، الثقب ده عبارة عن 2 ملي الاتساع بتاعه، فهل ده ممكن يملى خلية؟ طبعا الكلام ده هو مرفوض جملة وتفصيلا، تمام؟ الماتور عندك هو 7 حصان لكل بيت مسلوب على 3 بوصة، فاتنين بوصة، فطالع هنا على 1 بوصة، على 1.5 بوصة. طب ليه احنا بنعمل النظام ده هو؟ خد بالك انت لما بتبدأ بـ3 ثم تحت اللي هنا على 2 بوصة ثم تطلع على 1.5 بوصة، كل ما بتضيق كل ما بتمشي بتضيق كل الضغط المية معاك ما بيزيد، طالع عندك هو 8 أوايم كل واحد فيهم بته نازل، إذا فالمية داخل القناة شديدة جدا، إذا فطالما شديدة جدا المية إذا فالخلية مليانة معاك مية كويسة، مش هيحصل أي حاجة خالص أو أي مشكلة بالنسبة لدرجة الحرارة. رقم 2، إن لازم الخلية من الأول للآخر، لأن فيه او قد ما بيجيبش ميه كويس القايم ده ما بيجيبش ميه كويس، فبتلاقي الميه هناك قليله فبيعمل لك مشكله. لو ساب لك 2 متر هنا و2 متر هنا ما تستهزاش بيهم، دول معنى ان هم خاليين من الميه، يعني بيدخلوا لك حراره عاليه اثناء شفط المراوح بالنسبه للهواء. يبقى رقم 1، لازم الخليه عندي تكون مليانه ميه كويس. رقم 2، بيأثر عليا برضو درجه حراره الجو الخارجي. درجه حراره الجو الخارجي لو كانت بره 40 مثلا هتنكسر حدتها 10، هتديني جوه البيت 30، اذا فده مناسب ليا، تمام؟ طب باقي درجة الحرارة 55 او 50 مثلا، طب واللي يبقى الـ 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 البيت عمل اللي عليه، تمام؟ البيت عمل اللي عليه مفيش اي مشكلة خالص. ابغى اعمل ايه؟ هو الهواء اساسا داخل على
الداخل على الخلية المائية أساساً هو سخن، درجة حرارته عالية جداً، فالخلية المائية بتلطفه بس ما بتوصلوش لدرجة اللي، ودي طبعاً لا أنا ولا أنت ولا أي حد له أي دخل فيها إلا إذا عملت النظام اللي هقول لك عليه ده. شايف القوايم اللي فوق دي؟ شايف القوايم اللي فوق دي؟ دي شايف المست اللي بيبقى ممكن بين البيتين كده تدخل لي عملية ري مست، بس دي تكون مسفلتة طبعا وليها صرف. اللي تحت ده هي ممكن تعمل لي مست على أساس إن هي الخلية من هنا بتشد وبتشد وفي هنا مية نازلة على الهواء. النظام المست اللي أنت بتشوفه في الحج ده أو في تلاقي مست ضباب رزاز بسيط نازل مية، فبتلاقيه بيلطف الجو ما بين الاتنين، ما بين البيتين، متغطي من فوق بغطا ومفتوح الناحية دي ومفتوح الناحية دي، ونازلة شوية مست هوا هوا مست بتاع ده، مية مست نازلة برزاز بسيط كده، فبتبص تلاقيها لطفت لك الجو بين الاتنين دول، فبالتالي بتنكسر درجة الحرارة. اول مره بتنكسر من المست اللي بين الاثنين دول بتدخل بتلاقي ميه بسيطه كده، رذاذ ميه بسيط، فبيحد من 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 حراره الهواء، ولما يدخل ولما بيدخل على الخليه بيتكسر اكتر. وده افضل نظام انا بحبه بصراحه، بس على اساس ده يكون مسفلت وليه الصرف اللي هو بين الاثنين دول، لان الميه هتقف عندك. حتى ممكن تشغله وقت الذروه. تمام، دي رقم واحد. رقم اتنين، ايه اللي ممكن يعمل لي مشكله في الهواء داخل البيت المحمي؟ المشكلة التانية بتبقى من، شايفين احنا فوق كده عاملين ايه؟ شايف ده ايه؟ ده عبارة عن بالنسبة لما بنركب الالواح على بعضها، ما بين الحديد اللي فوق ده هو وبين الفايبر جلاس ده هو، انت شايف الفايبر جلاس ده عبارة عن ايه؟ عباره عن ايه؟ امواج اهي، عباره عن ايه؟ حاجات مضلعه اهي. تمام، لما انت بتدخل فيه فرق اهو، فيه ده اهو اهو اهو، لما اذا هو فوق برضو مناطق التساق الفايبر جلاس مع الحديد عندي لابد تكون متغطيه كويس، ويكون فيها الفوم محطوط كويس وبشكل مظبوط، بحيث ان مفيش اي تنفيس يدخل من البيت اطلاقا. ليه؟ لان اي تنفيس من البيت بتبص تلاقيه اثر على المراوح، المراوح بتشد هواء، بدل ما بتشد بالمسطح ده هوت بس اللي هو عباره عن الخليه المائيه، لا ابتدت تشد لك منين تاني؟ بتشد من التنفيسات اللي هي فوق، اللي هي مناطق التحام الفايبر جلاس مع الصاج اللي احنا حاطينه فوق ده هو. تمام، اذا فالتقفيل بتاع التقفيل اهو، التقفيل بتاع الفوم اهو، شايف التقفيل هنا؟ مفيش اي نفس خالص، ده عباره عن فوم يا جماعه اهو، ده فوم. تمام، لازم التقفيل عندك يكون كويس عشان مفيش اي هواء يدخل البيت الا من المنطقه دهيت بس. تمام، دي تاني حاجه. تالت حاجه، ان المحصول داخل البيت. تمام، يعني اقول لحضرتك على حاجه، لو انت زارع لسه المحصول ده صغير، تمام، اكيد هتكون درجه حراره البيت عاليه. عاليه ليه؟ مفيش غطاء نباتي اساسا عامل بخر ومهيئ الجو جوه. تمام، اذا فديت برضو بتاثر لي، يعني المحصول لما بيكون صغير او المساحه بتاعته في البيت مش كبير مش طويل يعني كويس، فبتبقى درجه الحراره اعلى. دلوقتي لا، درجه الحراره ملطفه. ليه؟ شايف نص البيت تقريبا متقفل بيه الاخضر اللي هو النبات نفسه، فالنبات طبعا بيعمل بخر ناتح وبالتالي بيعمل على الافراز برضو هواء بارد، والدنيا بتبقى كويسه، غير ما تطلع ويكون النبات لسه صغير او لسه زارع، اكيد درجه حراره البيت بتعلى عندك. تمام، في الصيف اتجاه البيت نفسه. حاجة تانية كمان، سرعة الهواء يا جماعة، سرعة مرور الهواء. شوف لو المراوح دي عندك شديدة وعدد اللفات بتاعها عالي والسعة بتاعتها عالية في طرد الهواء من جوه البيت لخارج البيت، طبعا سريان الهواء من هنا لهنا، المعدل بتاع سريان او السرعة بتاعت الهواء اكيد طبعا بيبقى لها اثر، واثر كبير جدا. يعني لما الهواء يمر من هنا من الخلية دهيت اللي هو داخل منها ده، من الثقوب بتاعت الخلية لحد ما بيوصل للمراوح هناك، تمام، اكيد السرعة لو المروحة قليلة السرعة بتاعته هتبقى قليلة. تمام، لو المروحة نفسها ما هيش سريعة والسعة بتاعتها مش كتيرة اكيد، او في تهوية فوق، اكيد سرعة الهواء او انتقال الهواء من الخلية لحد هناك هتبقى السرعة بتاعته قليلة جدا. زي ما يكون ايه، احنا راكبين في سيارة
بدون تكييف ووقفت في الحر شوي، هي لما توقف السيارة هيبقى الهواء أحسن ولا لما تمشي يكون أحسن؟ أكيد طبعا لما تمشي السيارة، ليه؟ نتيجة السرعة ابتدت الهواء يحصل له حركة، أو أنت قاعد في غرفة من غير مروحة. طب المروحة لو اشتغلت هي الغرفة دخلها هواء من حتة؟ لا، وما فيش أي هواء دخل، بس كل ما هنالك أن ابتدت المروحة تحرك لسرعة الهواء في الغرفة، وبالتالي ابتديت أنت بتحس بأن الهواء ابتدى يبقى كويس عليك غير ما تفصل المروحة خالص. هي النظرية اللي اتكلمنا عليها في السيارة والمروحة نفس النظرية دي. لو المروحة دي بسيطة أو قليلة أو فيها مشكلة أو السرعة بتاعتها مش مظبوطة، فبالتالي معدل سريان الهواء أو سرعة الهواء من هنا لهنا بتكون بسيطة، وبالتالي بتزيد درجة حرارة البيت. شايف الفايبر اللي هناك ده؟ هو شايف الفايبر؟ شايف متقفل ازاي؟ تمام. بعد كده بيقابلنا حاجة كمان، المبنى يا جماعة بتاع البيت، كل ما كان البيت المبنى بتاعه مدمج أو صالة زي دي، كل درجة الحرارة فيها ما بتقل عن المبنى التاني اللي هو السنجل. تمام. ليه بيبقى السنجل؟ المباني المجمعة عارفينها ودي درسناها، وقالها شيخ المعماريين المهندس حسن فتحي، قال إن المباني في الصحراء، لما كنا ندرس إيواء صحراوي في كلية زراعة، كان يقول لك المباني المجمعة بتحسسك بالبرودة أكتر من المباني المفردة، طبعا لأن المباني المفردة المسطح كتير معاها متعرض للشمس، أما المباني المجمعة الحيز المتعرض للشمس فيها قليلة، فديت برضو حاجة ناخدها في الحسبان. الصالات اللي زي ديت إلى حد ما طبعا بتكون أفضل من البيوت السنجل، لأن السنجل طبعا أولا الأبو بتاعها قليل، تمام، ثانيا المسطح بتاعها المتعرض للشمس بيكون كتير نسبة إلى المساحة اللي تحت. تمام. نسبة إلى المساحة اللي تحت. ناخد بالنا اتجاه البيت. اتجاه البيت احنا بنعمله دايما من الشرق للغرب، احنا عاملينه هنا للشرق للغرب. تمام. في ناس المفروض تعمله منين؟ من الشمال للجنوب، او من ناحية هبوب الرياح للناحية التانية. تمام. بس القصة دي بصراحة برضو لها مميزاتها ولها عيوبها برضو. تمام. لها مميزاتها في الصيف ولها مميزاتها في الشتاء. تمام. لما يكون البيت الشكل اللي عندك ده هو الجنب اللي هو ناحية المراوح ده هو، تمام، اللي هو مسطح ده هو، لما يكون لناحية الشرق في الشتاء بيبقى أفضل يا جماعة. ليه بيبقى أفضل في الشتاء؟ لان سطوع الشمس في لحد منطقه الظهيره بيضرب في المسطح اللي انت شايفه دوت، وبالتالي بتلاقي النبات متحسن هناك وبتلاقيه ممتاز جدا والحبايه بتاعته حلوه وتمام التمام. ليه؟ هناك السخونيه اكتر. تمام. غير هنا الخليه هنا قافله خالص، فبالتالي بتلاقي في تظليل اكتر هنا في الشتاء، فبتلاقي المشكله اصبحت عندي هنا في الشتاء. طب في الصيف؟ في الصيف بتلاقي النبات هنا افضل من الناحيه اللي هناك. ليه؟ هنا في البروده، اول ما طلع من هنا داخله على طول، طالعه من الخلية المائية داخلة على النبات على طول، تلاقي النبات هناك تمام، تلاقي النبات هنا حلو والحباية بتاعته كويسة وتمام. هناك لا، مش هتلاقي الكلام ده، هتلاقي فيه برضو ضعف في القصة دهيت شوية. تمام. فناخد بالنا من الحتة دهيت كويس. بعد كده يا جماعة بنشوف حاجة، الحاجة ديت هي ايه؟ هي عملية زرعين فلفل، هي عملية التحكم بتاع اللوحة. لازم اللوحة عندي تكون كويسة ويكون الوضع بتاعها جيد جدا، ما تكونش حاجة وخلاص. تمام. زي ما قلت قبل كده انا بوصل للوحة بتاعتي اللي هي بتاعت التحكم كله. تمام. النبات هنا هتلاقيه ضعيف، ده طبيعي على فكرة، يعني هتدخل عند اللوحة اهو، هتلاقي دي الشاشة شغالة كمبيوتر ملناش دعوة بيها خالص. تمام. دي 1 2 3 4 5 6 7 8، دول ايه؟ دول المراوح بتاعتنا اللي هي عبارة عن اللي هي بتشغل لي المراوح الكبيرة يا جماعة. تمام. طيب بينزل تحت هنا بلاقي الهيتر اللي هو بيشغل لي اللي بشغل الدفايات اللي هي محطوطة، وهنشوريها لك برضو مش وقتها يعني. ده الكولينج يا جماعة اللي هو التبريد. التبريد ده بيتحكم في الماتور اللي احنا شفناه ورا. تمام. كده المفروض هو واقف كده اوتوماتيك.
يعني هو كده احنا كده اللوحة شغالة على الكمبيوتر كده، لما الحساسات اللي هي فوق تمام، لما الحساسات اللي هي فوق بتحصل لها اهي حساسة، او شايفه انت ده حساس، الحساسات دي بتنقل درجة او بتقرأ الحرارة اللي في البيت وبتروح على اللوحة بتقول لها الجو حر او بارد، نشغل المروحة ولا ما منشغلهاش، تتحكم في الحساسات بتقول درجة الحرارة عالية، نعمل ايه؟ انا كده مشغل اوتو تمام، اوتوماتيك، يعني كده اللوحة شغالة. طب لو انا عملت كده، كده اللوحة شغالة مانيوال، يعني هي كده خرجت عن نطاق السيطرة خالص، بقت هي شغالة بنفسها، المروحة هتقعد شغالة على طول، والماتور بتاع التبريد اللي ورا هيقعد شغال على طول، لانه داخل على نظام المانيوال اللي انا عامله تمام. طيب اهو هتلاقي عندك فان مروحة 1 2 3 4 5 6، ودي الشاشة اللي بتقرا منها درجة الحرارة بتاعتنا تمام. طبعا بس ما فيش حاجة اطلع عليها، انا مع ان طويل يعني بس مش عارف تمام. دي بتديني الحرارة وبتديني الرطوبة، الاثنين بتلاقيهم درجة الحرارة ودرجة الرطوبة مع بعض تمام. كده ننزل نشغل تاني هنا الكولينج اللي هو التبريد، الكولينج هو ده شغال وشغال اوتو، يعني ايه؟ يعني المراوح الحساسات اللي فوق هتقول للوحة دهيا، هتقول لها الحقي ده احنا وصلنا لمرحلة سيئة جدا والحرارة عالت في البيت فاشتغلي، فبتقوم المراوح شغالة تمام. بعد كده لو حصلت اي مشكلة خالص او البرودة عالت جوه البيت هترضى برضو، هتقول للمروحة الحساسات هتقول للوحة دهية افصلي عشان درجة البرودة عالت جوه والنبات هتضرر من القصة دهية تمام. دية الحاجة اللي احنا عايزين نحكي فيه كده. اعتقد ان الامور واضحة يعني بالنسبة لعملية التبريد، بالنسبة لعملية التبريد تمام. في حاجة تانية يا جماعة بالنسبة للاتجاهات بتاعة البيوت، انا عن نفسي بقول على حاجة نفسي يعني تتعمل بصراحة، يعني انا بقول على حاجة نفسي تتعمل الحاجة ده، هي الحاجة اللي انا بقول عليها ديت ايه؟ انا عايز المراوح دي تمام يبقى نفس الوضع اللي قدامك ده هو. يعني ايه نفس الوضع اللي قدامي ده؟ شايف الهواء اللي هنا داخل على البيوت اللي قدامه دي تمام. البيوت دي احنا عاملينها مشتل، بس هي المفروض لما نبني المفروض ما تكونش البيوت ظهرها لبعض زي ما احنا عاملين كده، المفروض ده يبقى في وش ده. ليه؟ انا عندي هواء طالع سائع اهوت، فبيدخل على هنا سائع، فاصلا يعني الهواء بيدخل هنا ما شاء الله. لو دخلت البيوت دي طبعا اكيد هتلاقي 7-8 درجات البيت ده عن البيت ده، وخصوصا لو كانت متقدمين بينهم وبين بعض 3-4 متر كده، بتكون الامور افضل بكتير تمام. الهواء ده من هنا سائع داخل على الخلايا التانية اللي قدام، فبالتالي افضل. قد البعض بيقول لك ايه، لو اصل كده لو في مرض من هنا هينتشر من هنا، الكلام ده هو كلام مش سليم يعني صعب شوية ان هو يتصدق. يا سيدي ازرع ده خيار، غير المحصول هنا، ازرعه طماطم بحيث الامراض تبقى مختلفة، مع ان يعني هنا ده وده انا ما شفتش اي اساس المشكلة حصلت لي بسبب امراض والكلام ده كلته، انا مش شايف بصراحة اي مشكل حصل لي تمام. ده وضع اللي عايز يعمله، ما فيش اي مشكل خالص، بحيث ان ده الهواء بارد من هنا داخل على البيوت دي، فبالتالي الدنيا عندي كويس. حاجة تانية يا جماعة بقولها، الناس اللي بتعمل طبعا احنا متفقين ده مشتل، احنا متفقين ان السنجل ده بيبقى وحش للمسطح بتاعه المتعرض للهواء كتير، شايف قد ايه على قد ايه جوه المساحه قد ايه صغيره تمام. المواسير اللي فوق دهيت اللي هي بتبقى عباره عن الميه اللي في القناه دهيت، ساعات بتبقى ضيقه وتاخدوا بالكم منها خالص. انا هنا الميه اساسا طالعه من فوق الكفر، ليه؟ الماتور هنا شديد الماتور اللي بيرمي هنا، دي برضو من احدى المشاكل اللي بتعمل مشكل للناس، وللاسف يعني الناس ما بتاخدش بالها من الحتت دي، هي حاجات بسيطه ولكنها هي يعني مهمه جدا تمام. في الاخر لازم يكون عندك غسيل او محبس غسيل يتناسب مع دي، بحيث انك انت كل فترة تفتح محبس الغسيل ده هو، وبالتالي هينزل لك اي حاجات
وحشة رواسب أو أي حاجة بحيث إن هي ما تخزنليش في الماسورة بتاعت التبريد، وبالتالي هتسد الثقوب وبالتالي هتقلل لي من كفاءة المية داخل الخلية المائية دي. الخلية المائية ممكن تعمل كمان تظليل فوق، تمام، تظليل فوق. التظليل فوق ياريت يكون بمادة بس سهلة الغسيل، اللي هو يبقى فوق خالص، ياريت يكون بمادة سهلة الغسيل بحيث ان على اول الشتاء تقدر تعمل له ازالة، سواء كان جبس اللي هو البسيط ده هو اللي هو الجير، تمام، لانه سهل جدا، او الحاجات اللي تبقى بالطين بتاع البنطنايت اللي هو بتدوب الطين بتاع البنطنايت دهوت، وبنبدا نحطه نرشه فوق بحيث ان هو يعمل لي تظليل شويه، وبالتالي عمل تظليل شويه بالتالي هيعمل لي تحسين للسطوع بتاع الشمس داخل البيت المحمي. وما تخافش مش هيأثر في الإضاءة قوي أعتقد، لأن النهار أصلا عندك في الصيف طويل، أو ممكن بنجيب فوق سلك حامل المحصول دهوت، وممكن نعمل تظليل بالشادو نت، بالتالي برضو هيقلل لي من شدة الإضاءة والسطوع الشمس داخل البيت، وبالتالي هيقلل لي من الإحساس بالحرارة جوه، مع بيزداد الأمر أفضلية مع سرعة الهواء اللي موجودة. ناخد بالنا من العوامل دهيت كويسة جدا، ولكن اللي هيعمل ترويب أو هيعمل عملية تظليل فوق بأي مادة كانت ياخد باله برضو الأمر ما يستغناش من ظروف النبات، هيكون ايه ظروف النبات تحت، ياخد باله منها كويس علشان ما يحصلش عنده سروالة للنبات او تحصل له مشكلة ما بسبب قلة الاضاءة عنده مع زيادة تسميد ازوتي، ممكن تعمله سروالة في النبات او تعمل له مشكلة. طيب السؤال بقى اللي اي واحد كده هيسأله، انت مهندس زراعي مالكم على القصة دي؟ يعني انت مالكم على القصة دي؟ انت مش مهندس تركيبات، تمام، مالك ومال القصة دي؟ لا مش مالي ومال القصة دي. شوف احنا في كلية الزراعة كلية يعني بتديك باك جراوند او خلفية عن اشياء كتيرة، تمام، في شبكة الري بالتنقيط بتعمل حاجة اسمها تقييم شبكة الري بالتنقيط، تمام، المهندس بتاع الهندسة هيجي او هيجي يركب، رغم ان احنا اللي بنركبها، سيبك من الكلام ده كله، بس علميا هو بيركب. طب مين اللي بيقيم الشبكة؟ يعني ايه قيمها؟ يعني المفروض يحط اناء عند اول نبات هنا وهناك بحط اناء، المفروض لو هو تصميم الشبكه بتاعته كويس ويشغل في ظل ساعه، المفروض اول نقاط مثلا لو هو الساعه بتاعته 4 لتر الاخير يجيب 4 لتر ميه، تمام، يبقى انا بقيم له الشبكه وبقول له تنفع ولا ما تنفعش، عشان بعد كده الاخطاء بتاعتي ما اقولش لا والله اصل الشبكه وحشه. طب وانت ما قلتش ليه من الاول؟ ما انت اللي عملت تقييم للشبكه بتاعتك وقبلتها، فما تقللش من وضعك كمهندس زراعي. لا، لو انت فعلا في مهندس بالزين وده متنيل على عينه، في مهندس اقوى من اي من مباني ومن اي حاجه، انت بتتعامل مع نبات، نبات لا بيتكلم ولا بيقول ولا حاجة، كل اللي هو عنده بيبرز اللي بشكل اللي فيه على شكله الخارجي، انت بتتعامل معاه، فانت يعني ما تقللش من شأنك كده. طب انا علاقتي ايه بالقصة ديت؟ ما انا المفروض اقيمها، المفروض شوف اعمل اللي انت عايز تعمله، انت مهندس تركيبات اعمل اللي انت عايز تعمله، انا المفروض اوصل هناك عند اللوحة بتاعتي هي ديت شغلانتي، المفروض اقول لك في ساعة الذروة عملت كذا، حل انت مشاكلك، ولكن لازم تحط مناخيرك برضو في القصة ديت وتشوف الدنيا حواليك ماشية ازاي، مش تدخل في شؤون الغير، لا، بس ده من صميم شغلك، علشان مجرد الراجل ما يلم العدة بتاعته ويمشي انت اصبحت المسؤول عن الليلة اللي قدامك دي كلها. اظن كلامي واضح وكلام مختصر وكلام مفيد، فلازم يكون عندك خلفية في تقييمك للبيت المحمي بتاعك، سواء في التبريد بتاعه او في التكييف بتاعه في التدفئة بتاعته، واعتقد ان التبريد بيكون اكثر شأنا من عملية التدفئة. بس بشكركم واتمنى لكم التوفيق، شكرا لحضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.